أي وقت هو الأرجواني؟ كتاب لتوم هامون. عنوان: لقد وصلنا على ما يبدو. انطلقنا في بداية هذا الكتيب في رحلة للبحث عن الحقيقة. لقد قمنا باختبار وتفحص رؤيتين للعالم، وقمنا بوضعهما في مقارنة، ووجدنا أن إحداهما غير كاملة، كما قمنا بتفحص أنفسنا، ووجدنا أننا أيضاً غير كاملين. إنما اكتشفناه كان حلاً مشتركاً للمشكلتين. لقد قال يسوع اقتباس: أنا هو الطريق والحق والحياة. نهاية الاقتباس. لقد كان هو بذاته الوجهة التي كنا نبحث عنها منذ البداية.